كابتن توفيق، هو الطيار بيؤهل لمواجهة مثل هذه الأحداث؟ يعني بيتقال له إذا وارد، إذا جالك، كان الأول أنتوا بتسيبوا باب الكابينة مفتوح لحد أعتقد أحداث سبتمبر، وبعد كده بقى الطيار معزول تماما، هو يخرج من باب الكابينة، الكابينة تتقفل، لا يمكن يخرج هو المساعد. هل الطيار بيعد ويؤهل نفسيا لمثل هذه الوقائع؟ الحقيقة طبعا الطيار بيؤهل لكافة المواقف، مش بس الموقف ده، يعني لكافة مواقف الطوارئ والحالات الطارئة والغير طبيعية، لأن احنا بنقعد طول عمرنا واحنا طيارين كل 6 شهور بنتدرب على حالات الطوارئ. يمكن أنا شخصيا مثلا قعدت 40 سنة أتدرب عليها، وحصلت لي مرة واحدة طول ال40 سنة. طول ال40 سنة حصلت مرة واحدة بس، إن مجرد محرك يعني قفلته ونزلت بمحرك واحد، مفيش مشكلة. بنتدرب عليها كل 6 شهور. أي وعشان الرخصة بتاعتي تستمر لازم أنجح وأتخطى هذا الاختبار. طب بتبقى إيه التعليمات بقى لما تبلغ أن هناك شخص يمثل خطر على الطائرة والركاب؟ هو طبعا عملية الاختطاف، هو في جهاز في الطائرة بيبقى اسمه الترانسبوندر، يعني جهاز بيرسل رسائل بالراديو باللاسلكي، يعني مجرد ما بيتعرض لاختطاف بيحط كود معين. مين اللي بيحط؟ بتاع الأمن؟ الكابتن. الكابتن لا، الجهاز قبل ما الكابتن، هو الكابتن عارف ازاي ان في حد بره في اخر الطائرة؟ بيبلغوه طبعا. بلغوا مين اللي بلغه؟ بيبلغوا يا اما الرئيس الطاقم طبعا، ما هو في اتصال، في نعم، في اتصال داخلي ما بين في اتصال داخلي ما بين القائد ورئيس الطاقم، فبيبلغوا طبعًا مباشره ان في شخص بيقول كذا كذا، في شخص بيقول كذا كذا، فبيحط الكود ده على طول عنده، بيبقى الكود ده بيدي على طول اشاره الى المراقبه الارضيه ان هذه الطائره مختطفه. نعم. فبالتالي هم المراقبة الأرضية بتتعامل مع الطائرة أنها مختطفة، وبالتالي لو القائد طلب أي حاجة بيتم تنفيذ طلباته فورا يعني. طب يعني بعد ما يبلغهم ده هل بيتم حوار بينه وبينهم؟ بين مين؟ بين برج المراقبة والطيار؟ طبعا، ما هو الطيار على طول طول الوقت على طول على اتصال بـ 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 بالمراقبة. نعم. اللي هو موجود في المجال نطاق بتاعها. نعم. هو نطاق. كان في مجال برج العرب، في ده نطاق بقى القاهرة. تمام. يعني نطاق القاهرة يعني هو يعني برج العرب يقدر يتكلم هنا في القاهرة. هو المجال كله اسمه مجال القاهرة، بيتقسم إلى حاجة في الشمال وبعدين في الجنوب وفي الشرق وفي الغرب. أول إجراء بيتم لما المراقبة تعرف إن بيقول لهم إن الطائرة مختطفة، هو بيبلغ طبعا كل المراقبات اللي حوالينا. تمام. يعني كل المراقبه اللي هي بتاعت قبرص وبتاعت اليونان بتاعت السعوديه كل المراقبات بيبقى عندهم كله بيبقى عندهم ان في طائره مختطفه وفي المكان الفلاني. القائد طبعا نتيجه ان الرحله داخليه طبعا كميه الوقود بتبقى قليله طبعا. أيه. فبيبقى عنده محدوديه الاستجابه للطلبات 100%. انا ما اعرفش التفاصيل. نعم. طبعا المحادثات اللي تمت بين قائد الطائره والمختطف ايه، انما هو طبعا قائد الطائره طبعا بلا شك تصرف كما تدرب عليه، ان هو في هذه الحاله لابد ان يتبع تعليمات الخاطف ولا يعرض الطائره او الركاب لاي نوع من هي التعليمات خاطف. هنا انك استجيب لطلبات الخاطف طبعا. قال لك اطلع فين، اسمع اللي بيقول لك عليه بدون ادنى شك. طب هو لأن طبعا هو ما فيش مجال لانك يعني الطيران طبعا عارف حضرتك الطيران محطوط له عشان الطياره تبقى فوق في السماء لوحدها، فطبعا يعني بيبقى في احتمال، يعني لو حاجه لو جهاز مثلا عطل بيبقى في واحد تاني بديل، يبقى واحد تالت باهميه الجهاز ده شكله ايه، في حاجات بيبقى لها 5 بدائل، فبالتالي كل صانع الطائرات دايما بيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يقللوا الى اقل درجه درجه الخطوره على الطيار. تمام. فبالتالي طبعا هو لازم يلتزم بالتعليمات.